بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا راحم المساكين، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. اللهم فرج الكرب عنا وعن المكروبين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم يا أرحم الراحمين، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ما يسرته لنا مما تحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما زويته عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا وعن والدينا وعن ذريتنا وأقربائنا وأحبابنا ومشايخنا وأساتذتنا ووالدينا وذرياتهم وأحبابهم وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها ومعاليها، مختصر شرح مختصر صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي جمرة المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه في الدارين آمين. وما زلنا حول تعليقه وشرحه للحديث 40 في هذا الكتاب المبارك، حديث 7: يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه. يقول في المباحث المتعلقة في هذا الحديث البحث 4: قوله في الرجلين اللذين تحابا في الله، هل يكون ذلك على عمومه؟ أعني إذا تحاب في الله إلا أنه يجد كل واحد منهما منفعة من صاحبه أو يرجوها منه، إما في العاجلة أو الآجلة. مثال ذلك أن يصحب أحدهما الآخر ويجد به عونا على شيء من دنياه حسا أو معنا، أو يقول: يكون لي عدة في الآخرة يشفع لي، أو ما أشبه ذلك، أو لا يكون له ذلك الظل إلا حتى تكون صحبتهما لله عز وجل لا لغيره. احتمل، يعني رجلان تحب في الله، هل تحب في الله بغير مصلحة لا دنيوية ولا أخروية؟ يعني لا يريد منه مصلحة لا دنيوية ولا أخروية، في الله خالصة كده بدون رجاء مصلحة، ولا تحب في الله وكان في وسط هذه المحبة رجاء مصلحة إما في العاجلة أو في الآخرة؟ هل الحديث يشمل هذا على العموم، النوع ده والنوع ده، ولا يخص أحدهما؟ هو ده السؤال. فبيقول يحتمل أنه يخص كل دول، يشمل هؤلاء جميعا، والظاهر والله أعلم أنه هو مع النوع الذي فيه محبة خالصة بدون مصلحة. يعني ده كلام الشيخ أنه يحتمل، وأنا أعتقد أنه عام، يحتمل هذا وذاك. طالما بيحبه في الله ويريد منه مصلحة دنيوية مباحة
تعين على دينه فلا تؤثر. لكن لو بيحبه في الله ويريد انه مصلحة دنيوية تلهيه عن دينه، يبقى ده يعني لا نصيب له في هذا الحديث. فطالما المحبة في الله ويريد منه مصلحة تعينه على أمر دنياه في المباح لا بأس، وتعينه على أمر دينه في الآخرة فلا بأس، أو أنه يحب في الله لأجل أن يشفع له عند الله لصلاحه وتقواه. معروف أن أهل القرآن بيشفعوا، لهم شفاعات أهل القرآن، والأولياء لهم شفاعات، والصالحين والشهداء لهم شفاعات، وهكذا. فهو بيحب في الله من أجل أنه هو يوم القيامة ما يلاقيه في كرب ولا شيء من هذا يشفع له عند الله، يقول له يا رب ده بيحبنا. وربنا لما يحب وليه يحب اللي بيحب وليه. فتحتمل المعاني دي كلها، لكن الشيخ يريد ان هو يرجح المعنى الاخير اللي هو عليه الاجماع طبعا. لما هيحبه يعني بلا اي مصلحة لدنيا ولا اخرى، لا شك انه داخل 100%. لكن المبحث في النوع الثاني اللي هو فيها مصلحة، هو ده المبحث، هيحصل خلاف. والراجح انه يشمل كله طالما المصلحة دنيوية مباحة تعين على امر دين. والله اعلم ان يكون لله خالصا لا لحظ دنيا ولا اخروي. يبقى الشيخ يريد ان يضيقها على المعنى المجمع عليه، كما روي في الهدية عن عبد الله بن عمر انه قال في شأن الهدية، لما تهادي انسان هدية، انه قال من كانت هبته لوجه صاحبه فله ذلك. دي هدية علشان ايه؟ يعني ان صاحبه ده يعني له وجاهة عنده، فلابد يقدم له الهدية من اجل وجاهته عنده، فله ذلك، له القربة لهذا الصاحب والمحبة من هذا الصاحب وخلاص، لكن ملوش ايه؟ ثواب اخروي. وليس له على الله ثواب، ومن كانت هبته لوجه الناس فله ذلك. يعني عشان يتقال عليه انه راجل بتاع واجب، يلاقي مثلا جاره عيان يجيب له هدية، جاره يجوز بنته يديه له هدية، جاره في ازمة يديه له هدية، عشان يتقال عليه ده راجل طيب وحاجات كده. يعني مش في باله الاخرة، لكن باله الوجاهة الدنيوية. زي حاتم الطائي ما كان كده كريم، لكن كريم وكان يريد الوجاهة الدنيوية لانه كان لا يؤمن بالاخرة، وكان مشهور بالكرم. ففي ناس تعمل الاشياء الكريمة لكن من اجل الوجاهة الدنيوية، من اجل ان يبقى عضو في مجلس الشعب والشورى، من اجل ان هو لما يترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية يكسب، من اجل ان هو يبقى محبوب في المكان العمل بتاعه بحيث ان هو يترقى في الوظائف ويكون رئيس وقائد في هذا العمل، وهكذا كتير بقى مصالح كتير. لا من اجل ايه؟ اتقان الصنعة ولا اتقان المهنة، لا من اجل الوثوب الى المناصب. يبقى هنا برضو يعني له ذلك. من كان يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها، ومن كان يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها، وما له، اللي يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. فهمت بقى المسألة؟ لكن ربنا حيديها له برضه. يعني اللي عايز الدنيا ربنا حيديها لأنه كريم، ربنا كريم، اللي عايز الدنيا حيديها له، وبالقياس اللي عايز الآخرة يديها له برضه لأنه ربنا كريم. ومن كانت هبته لوجه الناس فله ذلك، ومن كانت هبته للثواب. واحد بيعمل الهبة من أجل الثواب، إن يبقى من أهل الجنة ربنا يدخله الجنة، لكن واحد بيعمل الهبة من أجل الله، محبة في الله، يبقى إيه المحبة؟ كل واحد على حسب، كل واحد على حسب نيته. واحد بيحب الجنة، واحد بيحب ربنا. اللي بيحب الجنة يديله الجنة، مجراش حاجة، واللي بيحب ربنا يديله التخصيص والقرب. كل واحد على حسب هو بيحب ايه. ومن كانت هبته لوجه الناس فله ذلك، ومن كانت هبته للثواب فإما إثابة الموهوب له أو يرد هبته. ساعات انت ايه عارف ان ده راجل غني، لما بيدي هدايا بيدي هدايا قيمة، تقوم اول ما يجي مثلا جاي من سفر ولا حاجة تجيب له انت هدية ولا رمزية،
علشان ايه؟ منتظر ان اول ما يجي لك مناسبه يجيب لك هديه قيمه. فهمت؟ يبقى انت ايه؟ بتدي الهديه طعم يعني، علشان ايه؟ يجيب لك حاجه اقيم. لا كذلك، ما جراش حاجه، بس في الاخره ما فيش نصيب، لان خلاص انت عجلت نصيبك في الدنيا. وعلشان كده بيقول ايه؟ فاما اثابه الموهوب له، يا اما يسيبه يعني، او يديله هديه على قده، زي ما الهديه اللي جابها له نفس القدر بتاعها، يسموها هبه الثواب. زي الناس في الارياف في مصر يقول لك ايه، وفي المدن برضه، ينقط العروسه. ينقط العروسه ليه؟ علشان لما يبقى يجوز بنته الناس ترد له نقطته. مش بتحصل اسمها هبه ثواب، النقطه دي بقى اسمها ايه؟ هبه ثواب، يعني بيديها كانه بيحوشها عند الناس، بحيث كانه عامل جمعيه، بحيث هو مثلا كل سنه بينقط فلان في جواز بنته، السنه بعدها نقط فلان في جواز بنته، يجي يجوز بنته يكون منقط قد 100 واحد كويس في القريه او في البلد اللي هو فيه، يقوم يجي له نقطه من 100 واحد، كل واحد يدفع له مثلا 500 600 جنيه على حسب ما كان بينقط، في 100 يلاقي نفسه جاله 5000 جنيه يجيب لها البوتاجاز، ولا البوتاجاز على العريس حسب الاتفاق بقى. ممكن يبقى على العروسه ما يدورش، واخد بالك؟ يعني اي حاجه، يجيب حاجه في العفش، دي اسمها هبه ثواب، يبقى هو بيديها عشان تترد له. واضح؟ وان كانت خالصه لله فتلك التي يثيبه الله عليها. ويقوي ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم عن مولانا جل جلاله، يقول يوم القيامة لمن خلط في عملي لغير الله شيئا أنا أغنى الشركاء، اذهب فخذ الأجر من غيري الذي شركته فيه. فالمتحابون في الله على ثلاثة وجوه، إما أن يكون تحاب في الله مع رجاء حطام في هذه الدار معنويا كان أو حسيا. ساعات يبقى رجاء الحطام المعنوي أنه راجل بيجلس مع إيه؟ مع علية القوم، دي في حد ذاتها كفايه. يقول لك اه ده الراجل ده يعرف المسؤولين الكبار، يبقى ليه وجاهه كده، يقول لك ده ما بيقعدش الا مع فلان. دي وجاهه حسيه معنويه، يعني ليها معنى عنده، لكنه يمكن ما بياخدش منه فلوس. فقد يكون الايه؟ الفائده معنويه. وقد تكون حسيه، اه بيقعد معاهم برضه، يقوم ابنه لما يتخرج يجيبوا له وظيفه في حته كويسه. أو مثلا واحد جاره محتاج حاجة مصلحة يقوم يقضيها له عن طريق معارفه وهكذا. فهذا طالب حاجة وهمته في دنياه، فليس له إلا حاجته قضيت أو لم تقضى، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والثاني أن يكون صحبته لله مع رجاء حظ أخروي حسا كان أو معنى، فهذا أيضا طالب حاجة، لكن نفسه أرفع من الأول لأن همته في الآخرة. هو الشيخ هنا عايز يطلعه وحش، لكن هو في الحقيقة برضه كويس لأنه همته الآخرة، أو هو عايز يطلعه يعني أدنى حالا من غيره وأرفع حالا من طالب الدنيا، يعني عايز يخليه في منزلة بين المنزلتين. هي لا شك في منزلة بين، لكن ناجي برضه، ما هو اللي همه الاخره وعامل حسابها يبقى ناجي برضه. مش انت بتقول اللهم اكفني ما اهمني، فلو الاخره بتهمك يقوم ربنا يكفيك همه، لو القبر خايف منه وتقول اللهم اكفني ما اهمني تقوم تدخل القبر تلاقيه روضه من رياض الجنه، ما هو ده يهمك. فهمت بقى؟ فده برضه منزله مش وحشه. وهو الأكثر عند المنتسبين للخير، فلو حاجته قضيت أو لم تقضى. والثالث أن تكون صحبته لله ليس إلا، فهذا الذي يصدق عليه اسم المتحبين في الله على حقيقة اللفظ، وإذا كان كذلك لا يغيره من أخيه شيء يصدر له منه. اللي بيحب بقى في الله، أخوه اللي بيحبه ده سواء قطعه أو وصله، أو سواء أهداه أو لم يهديه، ما تفرقش معاه. حتى الناس يقول لك ده ضرب الحبيب زي ايه؟ اكل الزبيب، يعني حتى لو اذاه برضه بيحب فلان. يقوم ايه؟ يقول اه ده بيأذيني، يقصد انه يربيني، يقصد ان هو ينبهني، يعني حتى ما يعمل فيه حاجه وحشه يحملها على محمل حلو. ليه؟ لان عين ايه؟ عين الرضا عن كل عيب كليله.
وعين السخط تبدي المساوئ. فلأنه بيحبه يقوم يحمل حتى أعماله الغريبة يحملها محمل طيب. كويس؟ يبقى علامة أنه بيحبه لله خالص بدون أي مصلحة أنه لا يغيره الإحسان أو الجفوة، يفضل بيحبه سواء أحسن معه أو جفاه. دي العلامة اللي هو عايز يقولها الشيخ يعني. وإذا كان على غير هذا الوجه قلما يثبت عند الامتحان. فإذا كانت نية أحدهما لله ونية الآخر، زي ما راحوا زاروا الإمام الشبلي في الإيه؟ في المورستان، دخلوا الإمام الشبلي المورستان لأنه كان مجذوب عنده جذبة فافتكروه مجنون، فدخلوه المورستان. كانوا عاملين حاجة اسمها المورستان اللي هو اللي عنده أمراض نفسية وعقلية، والبيمارستان اللي عنده أمراض جسمانية. كويس؟ في بغداد أيام الإمام الشبلي. فالإمام الشبلي دخلوه المورستان بأنه كان تاخده ساعات إيه؟ جذبة كده، جذبة ولاية الناس مش فاهمينها، يفتكروا الراجل فقد عقله. فراحوا مدخلينه المصرف، فأحبابه اللي بيحبوه راحوا يزوروه، فراح مقابلهم بإيه؟ بالطوب يرميهم بيه، فلقاهم بيجروا. قال لهم: كذبتم، أتحبوني؟ لو أحببتموني لصبرتم على بلائي. فهمت بقى المعنى؟ هو عايز يعلمهم المعنى دي. هم بيزوروا المجنون، طلع المجنون عقل منه. فهمت بقى؟ يعني لو أنتوا بتدعوا أنكم بتحبوني تصبروا بقى على بلائي، وهو بيضربهم بالطوب. أما ضربهم بالطوب جري وما جوش يزوروا تاني. فقال لهم: كذبتم في محبتي، لو أحببتموني لصبرتم على بلائي. يبقى أنتوا بتحبوني علشان القعدة بتاعتي حلوة. هو كان دمه خفيف، يعني دمه خفيف وابن نكتة بلغة المصريين إمام الشبل. حتى لما كان يمشي في السوق مثلا الراجل يقول الخيار بدرهم، يقول له مال الأشرار يبقوا بكام؟ هو بينادي على الخيار. والتاني ومرة مثلا واحد وهو ماشي في السوق بيقول له مثلا: ليه القمح اما يبقى فيه سوس وتيجي تطحنه السوس يموت مع الطحين، وليه الفول اما يبقى فيه سوس اما تيجي تطحنه السوس ما يجرالوش حاجة؟ قال له: صحبة الكبار. العلة صحبة الكبار، ده ماشي مع اللمحية الصغيرة فتأذى، التاني ماشي في عرفولة كبيرة فكان في حماية. فكان ليه لفتات لطيفة، هما كانوا يحبوا الإمام الشبل اللفتات اللطيفة دي. كويس؟ فهما بقى إيه رايحين يزوروه علشان يسمعوا منه كم إيه، كم قفشة حلوة جدا يتعلموا منه حاجة. فراح مقابلهم بالطوب والضرب. زي مين اللي كان يعمل كده في مصر مدفون؟ أبو السعود الجرح. سموه الجرح عشان كان يجرح اللي يزوره، يجرح اللي يزوره برضه. كان اللي يجي يزوره يروح إيه؟ أذان علشان الناس تفر منه، مش عايز إقبال الناس عليه. بتبقى أحوال بتغلب عليه. مش معنى كده إن خد بالك إن المكذوب ده لا يقتدى به، لكن بيبقى إيه؟ ابن حاله. يقول لك ابن حاله. لكن الكامل ما يبقاش متلون، يبقى تلونه جواه لكن مع الناس لا يخفي بشره عن احد. ادي كمال النبي هو: وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب. فكل كامل في الاكمل منه. فعلشان كده بيقول لك ان الحب لما تبقى المحبه في الله خالصه حتى لو اذاك تحبه برضه. مش بقى بتحبه علشان هو بيحسن اليك او ان عادته ظريفه او انه دمه خفيف او او او، لا، ده في معاني تانية. زي كده الست مع ابنها، الام مع ابنها، ابنها بر بيها تحبه قوي، طب ابنها عقد بيها بتحبه برضه لكن مش قوي، لكن برضه بتحبه. مش كده برضه؟ لان هي بتحبه لذاته، لان ابنها غريزه. فهمت بقى؟ فهي المسألة هو عايز الشيخ يقرب لك المعنى ده. وقد ذكر عن ذكر عن بعض من الصحابة الله أنه جفى أحد الأخوين أخا له، فقال الذي جفى عليه للآخر: امضي يا أخي فاحضر مجلس فلان من أهل الصوفة في الوقت.
فامتثل ما قال له صاحبه. فلما حضر المجلس تكلم ذلك السيد في ذلك المجلس على ما كان وقع من ذلك الشخص لصاحبه، وتبين له من المجلس أنه تعدى على أخيه وجفاه، فتاب واستغفر وعزم أن يعود فيقبل أقدام صاحبه ولعله يعفو عنه. فلما دخل على صاحبه أخبره بالذي جاء بسببه، فقال له: يا أخي افعل ذلك مع نفسك، فإني ما صحبتك إلا لله، وعايز تقبل قدمي قبل قدم نفسك، أنا مش زعلان منك أصلا، لأن أنا ما بحبكش إلا في الله، جافتني أو ما جافتنيش ما تفرقش معايا. قال له: بس أنا عزمت إن أنا صالحك وقبل قدم. قال له: خلاص قبل قدم نفسك. ليه؟ لأن المحبة لله خالصة. ادي المعنى اللي هو عايز يقولك. اللفتات دي ما تجدهاش الا عند اولياء الصوفيه، اللي هم ايه، تعمقوا في المعاني المعنويه دي وطلعوا منها هذه المعاني الراقيه. فكيف يعز علي ما يصدر منك وانما وجهك في حق نفسك لا غير. البحث الخامس، قول: طلبته امراه ذات منصب وجمال. هنا من الفقه ان من السنه الكنايه عن الشيء القبيح. طلبته، شوف النبي كان عن الوقاع والجماع والحاجات اللي هي ايه فيها نوع من خدش الحياء، قال طلبته خلاص. تقوم انت تفهم طلبته، مش هتفهم انها طلبته يعمل لها شاي مثلا، او طلبته يجيب لها شويه ايه خضار من السوق، مش كده برضه، او طلبته يشتري لها سياره، مش هتفهم دي، لكن هتفهم المعنى المقصود القبيح بس بلفظ لطيف. وده ادب نبوي، أدب نبوي عموما لما إيه يستعمل الألفاظ اللطيفة التي لا تخدش الحياة في التعبير عن الأمور التي تخدش الحياة. ويا ريت نتعلم هذه السنة النبوية الشريفة. بس الأطباء طبعا زي حالتنا بيتعلموا البجاحة بسبب المهنة بتاعتهم، بالذات الجراحين دول ربنا ينجيك منهم. هنا من الفقه أن من السنة الكناية عن الشيء القبيح شرعا والإعرار عن تسميته، يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: طلبته، والطلب هنا يعني طلبت منه وقوع الفاحشة المحرمة، فكن بطلبته عن هذا الأمر الممنوع شرعا ولم يفصح به للعلم به، يعني لم يفصح به للعلم به. البحث السادس، قوله: أخفاها، اللي هو تصدق بصدقة أخفاها فلا تعلم يمين ما أنفقت شمال، وعايز يعلق على هذا المعنى. هل هذا على العموم أعني صدقة الواجب والتطوع أو معناه الخصوص؟ فيريد بهذا صدقة التطوع لا غير. صيغة اللفظ محتملة، لكن الذي قاله العلماء أن أفعال البر كلها الفرد منها الأفضل فيه ظهوره، والتطوع كله الأفضل فيه إخفاؤه. مش أفضل الصلاة الفريضة والنبي حث على أن تكون الفريضة في جماعة، وقال أفضل صلاة المرء في بيته على الفريضة، يبقى الفريضة السنة فيها الإظهار والنافلة السنة فيها الإخفاء. القاعدة كده واضح، إلا في استثناءات زي صلاة التراويح لأنها من الشعائر فالسنة فيها الإظهار، صليها جماعة، زي صلاة العيد فهي سنة إلا إنها السنة فيها الإظهار، يعني مش على الإطلاق، في برضو استثناءات لكن الغالب كده. والتطوع كله الأفضل فيه إخفاء، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. فإذا كانت الصلاة التي هي رأس الدين كذلك فالغير من باب أولى، وسيأتي الكلام على هذا في موضعه من الكتاب إن شاء الله. البحث السابع والأخير، قول: ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هل يعني بقوله خاليا حسا أو معنا؟ خاليا حسا يعني قاعد لوحده فعلا، أو معنا يعني قاعد في وسط الناس لكن هو برضه مع ربه، اللي يسموها إيه العزلة، الخلوة في الجلوة، يعني هو قاعد مع الناس كده وما بيعملش إلا ربنا برضه، أو هو حسا في الحقيقة قاعد في الخلوة بتاعته مش قاعد مع حد، فهمت؟ أو مجموعهما، أو إن هو في الحس أو في الخلوة أو في الجلوة ذكر الله ففاضت عيناه، سواء كان في إيه في وسط الناس أو لوحده، هذه مجموعهما.
وأعني بقولنا حسا أن يكون في موضع وحده ليس معه أحد من بني آدم، وأعني بقولنا معنا أنه لا يكون الموجب لبكاء إلا خوف الله عز وجل، ليس إلا. أصلا ممكن الواحد يخش يصلي ويسمع آية من القرآن بس هو عنده مغص، فهو أصلا مؤهل أنه يعيط لأنه متألم، فتيجي الآية فيها عذاب يروح معيط. هو بيعيط مش من الآية، بيعيط من المغص، أو بيعيط عشان الشيخ طول ورجليه وجعته ونفسه يخلص. يعني إيه البكاء هنا؟ مش خشية الله، دي لغرض آخر لأسباب أخرى. فهمت؟ هو عايز يقول إن البكاء اللي هو المقصود به في الحديث هنا يبقى الدافع فيه خشية الله فعلا مش حاجة تانية. يعني مثلا واحد عزيز عليه ميت وهو جاي زعلان وجاي له من الدفنة، واخد بالك، وجاي زعلان جدا، يعني لو كحيت قدامه يعيط، فلقى الآيات إيه هيجت فيه شعور البكاء وهو بيصلي قاعد يعيط، أو ده مش داخل في البتاع، لأنه ده مش بيبكي خشية الله، ده عنده ظروف خلته يبكي. لو زالت هذه الظروف والله لو سمع القرآن كله ولا يتهز. فهمت؟ فالشيخ بيقول لك لازم تميز بين الحالتين دول. أنه لا يكون الموجب لبكاء إلا خوف الله عز وجل ليس إلا أو مجموعهما، وهو متى يكون وحده ولا يكون موجب بكاء إلا خوف الله. فأما إذا كان الوجهان معا فلا شك أن هذا أكمل الأحوال، لأنه يبقى لوحده وخايف من الله، ده أكمل وجه عشان تنطبق على الصورة بالضبط اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني خاليا من الناس وخاليا من الدوافع الجسمانية والضعف البشري اللي يجعله بكاءه قريب، خالي من كل الحاجات دي. وبعدين مع هذا أول ما ذكر الله أو ذكر هو الله بكى، يبقى دي بقى إيه خالص، مش علشان مثلا ظهره بيوجعه أو إنه ما كانش بقى ليومين أو إن مراته منكدة على عيشته أو أي حاجة بقى، واخد بالك، أو إنه ابنه مثلا اللي بيحبه مريض ولسه جاي هو من المستشفى وهيعملوا له عملية بكرة وماشي بقى الراجل إيه بيفكر وقلقان، وبعدين دخل الجامع لقى الآيات بتتقال فقعد يتشحتف ويبكي، أو مثلا عدى على مسجد الأشراف لقاهم هيصلوا الوتر فراح الإمام صلى الوتر بسورة التوبة فقعد يعيط، أي حاجة بقى، واخد بالك، كل ده ممكن يحصل. وأما إذا كان خاليا من دون البشر ووافق بكاء فكرة أخرى ليس من الله ولا من ذكره بشيء، فلا خلاف أن هذا الحال ليس المشار إليه، وهي حالة مذمومة لأنه مرائم، لأنه أظهر أنه من أجل الله، لكن خرج الدمع بحكم الوفاق عند ذكر الله في الخارج وهو في الحقيقة غير ذلك. هي مش مذمومة طالما جت عفوية، مذمومة لو قال فرصة والله أنا زعلان أهو بتاع والآيات وابكي ومن الناس يقولوا عليا خاشع، يبقى بقى ده مرائي بالمرة، زي الجدع اللي هو الجاهل المرائي الجاهل قاعد بقى بيصلي كده صلاة كلها خشوع والناس تتفرج عليه ما شاء الله ايه الصلاة الجميلة، فبعد ما سلم قال لهم وصايم كمان. يعني مش بيصلي كده وبس، لا ده أنا كمان صايم خدوا بالك. وعملوا كله، يعني الناس بقى دي شغلانة بقى يسموه العابد الجاهل. والثالث، وأما الوجه الثالث وهو أن يكون ذكره في جمع وذكر الله وقلبه خاليا مما سواه، وكان ذلك الذكر هو المؤثر لخروج الدمع، فيرجى أن يكون من هؤلاء المباركين لأنه يصدق عليه خاليا معنا، فإذا وقع وجه ما محتمل رجي والمتحقق مقطوع به وهو الجميع كما تقدم. وهنا بحث آخر وهو هل قوله ذكر الله هل يكون الذكر المعني هنا باللسان والشفتين أو بالقلب وإن لم يتحرك اللسان، أو بأيها كان يسمى ذاكرا؟ فالجواب أنه ينطلق على كل واحد من هذه الوجوه أن يوصف صاحبها، أن يوصف صاحبها بالذكر، بدليل قول سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح كناية عن مولانا جل جلاله: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ
ذكرته في ملأ خير منهم، فقد سماهما ذاكرين، والطفيل يتعلق بأقل من هذا. وأما على مذهب أهل الصوفة الطفيل يعني المتطفل، يعني المتطفل على القوم، يعني يقول لك يا سيدي أي حاجة احنا طايلين بس خلاص. لكن الصوفية عايزين أعلى الدرجات، واضح؟ اللي هو كان يسميه زمان الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم المتمصوف، كان يحب يقول اللفظ ده المتمصوف، يعني اللي هو مش متحقق بالصوفية لكن بيحبهم، عايز يقلدهم لكن هو مش متحقق بحقائقه، فيسموه المتمصوف، كان يسميه ايه الاسم ده. واما على مذهب اهل الصوفة فذكر القلب عندهم افضل، واما على ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكره عند الامر والنهي خير من اللسان. يعني في رأي لطيف ان ذكر الله عند الامر هو الالتزام، وعند النهي هو الكف، واخد بالك؟ فلما تكف عند النهي تبقى ذاكر لله، لما تلتزم بالامر عند الامر تبقى ذاكر لله. يعني يسموه ذكر الحال، ذكر الحال. يبقى الذكر اللي بالحال اقوى في الاتباع، والذكر اللي بالقلب اقوى في الحضور مع الله، والذكر اللي باللسان افضل من الغفله مطلقا، واضح؟ فكل حاجه على حسب درجتها. لأنه قال وذكر الله عند المعصية التوبة، وذكر الله عند النعمة الشكر، وذكر الله عند العمل الإتقان، وذكر الله عند الزوجة إحسان المعاملة، وذكر الله عندما تقف مع إنسان يجهل عليك أن تعفو عنه، واخد بالك؟ أدي اسمها ذكر الأحوال، ذكر الأحوال. وذكر الله عند الشدة الصبر وعدم الجزع، وذكر الله عند القضاء الرضا، وذكر الله عند اليأس حسن الظن بالله. فيبقى كل حال ليه عتاده. فهمت بقى المسألة؟ فالجواب عن قول عمر رضي الله عنه نعم، إن ذكر الله عند أمره ونهيه خير من ذكره باللسان، لكن لا يتناوله هذا الحديث، ويرجى أن يكون حاله أرفع من هذا. وأما ما قاله أهل الصوفة فعلى ملاحظة قول سيدنا صلى الله عليه وسلم، اللي قاله أهل الصوفة إن ذكر القلب أعلى من ذكر اللسان، وذكر اللسان مع القلب أعلى من الاثنين، وذكر اللسان بدون القلب أعلى من الغفلة، واضح؟ فعلى ملاحظة قول سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم بضعة أو بضعة في الجسد إذا صلحت صلح الجسد، ألا وهي القلب. فعلى هذا يترجح قولهم على قول غيرهم، والشأن العمل على الخروج عن الخلاف والأخذ بالكمال في كل الأحوال، جعلنا الله ممن من عليه بذلك بمنه. وكده انتهينا من كلام الشيخ حول تعليقي على هذا الحديث، وغدا إن شاء الله هنكمل باقي الخلال الموجبة للظلال إن شاء الله، هنقولها ملخصة لأن في أكثر من السبعة. فإن شاء الله بكرة هجيب كتاب القسطلاني في شرح صحيح البخاري على هذا الحديث المبارك، ولخص فيه الخلال الموجبة للظلال بعدما راجعها مما كتبه الإمام ابن حجر العسقلاني، فأوصلها إلى 99 صفة، 99 بالسبعة بس. فإن شاء الله نحاول إيه نقرأها عليكم بكرة، وبعد كده إن شاء الله نبقى نكتبها وإيه ونوزعها عليكم إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وجزاكم الله خيرا.